صباح الخير أو مساء الخير يا برج الحوت. فهنبدأ ببرج الحوت القراءة العاطفية، وإن شاء الله خير بإذن الله. إن شاء الله يعني. طيب نشوف الطاقة العامة لبرج الحوت وللشريك كمان. أو ماي جاد، ده بيحبك قوي، بحبك قوي قوي برج الحوت. يعني مش هزار، ده عايز بجد، يعني عايز بداية جديدة، عايز بداية حقيقية، بداية بقرار فعلا. هو شكله كان بيستهبل مثلا، كان بيستهبل، كان بيتلكع معاك، كان مثلا تقول له ازيك يرد عليها بعد يومين مثلا. مثلا يعني الشخص ده عايز التباعد اللي ما بينكم ده ينتهي بقى. بالظبط، احنا بينا تباعد، بنكلم بعض في الاحلام. على فكرة هو بيحلم بيك، اوكي؟ ولما اقول بيحلم بيك مش لازم يكون بيحلم بيك اللي هو بيشوفك بقى على حصان ابيض، ولا لا لا مش الكلام ده. ممكن يكون بيحلم بيك بيشوفك مثلا في لقطة في الحلم كده، فعايز ينهي التباعد ده بقى، وفرصة جديدة نبدأ بقى، فرصة جديدة بقى، ونبطل بقى. انا بادئ بجد، بادئ بجد. الشخص ده تقريبا زي ما قلت لك كان مخبي مشاعره، كان قافل على مشاعره وحاططها كده جنبه، وبيرفضك بيصدك. فانت زهقت، قلت له خلاص يا عم بقى، لما انت خلاص شكرا، يلا يا عم روح بقى، خلاص اهو انا حكمت بالعدل، لا انا جايه لك ولا انت تروح لي، وسلام عليكم وعليكم السلام، وانا اروح له اشوف لي بقى حد تاني اديله الحب اللي عندي ده بقى. ما خلاص بقى خلصت، صاحي من النوم ما لقكش. انت مشاعرك زي الصن، انت ممكن تكون لما هو يجي لك انت هتبقى فرحان قوي، بس انا هقول لك انت هتبقى فرحان بس في نفس الوقت هتبين بقى. طبعا بقى برج الحوت لما الكرة تيجي في ملعبه بيتنج بقى، هتبقى فرحان وسعيد جدا، ولكن ممكن تكون مثلا يعني مش هتتغر، ولكن هتقول معلمه درس، معلمه درس. هو يعني يسيبني ويمشي. و شفت انت تعبان قوي يا برج الحوت، تعبك قوي 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 قوي، تعبك قوي. انت كمان انت تشافيت، انت بتتشافى، انت انتظرت رجوعه كتير قوي. الشخص ده ألمك بطريقة ما تتصورش. الشخص ده ممكن ما تكونش خيانة، بس ممكن تكون مثلا راقبته مثلا فلقيته بيعرف ناس تانية وانت بتتكلم معاه. طب يا عم انت بتكلمني وبتكلم ناس تانية، طب يا سيدي ما تفهمني حقيقة مشاعرك دي ايه. لا ما بيردش، وعندك انت عندك حنين شديد قوي ليه، مع انك واخد العشر سيوف. بس برج الحوت بقى نعمل فيه ايه؟ القلب الطيب ده نعمل فيه ايه؟ طيب وخلي بالك، هو شاعر ان انت الحب الحقيقي، انت الحب الحقيقي. ما تخافش، انا عارفه ان برج الحوت بيندم جدا على الحاجات اللي اداها لشخص، مثلا اديت اهتمام، اديت اي حاجه. ما تخافش، الكره في ملعبك. انت انتظرته كتير قوي قوي، انتظرته يتعدل مره واثنين وثلاثه، اديت له تنبيهات مره واثنين وثلاثه لغايه ما قلت بس كفايه. 10 سيوف كتير قوي، يعني زي ما يكون حصل شيء خلاك تنهي الموضوع، تقول له مع السلامه بقى، كفايه كفايه بقى، انا خدت 10 سيوف في الظهر يا اخي، وانتظرتك بين فيك كفايه. بس بيني وبينك انت وحشني يعني، حرام بقى. فانا متفائله بالكارتين دول، لان هو عايز يجي اوكي، بس هو محتار شويه، بس نيته حلوه اهو، نيته حلوه. ده جد بقى، انا هقول لك بحبك بجد والله، مش هقول لك الكلمه اللي اقولها بيها واخرها كيف تبقى بفتيك، لا لا لا، هي بحبك، هي بحبك. طب هو شايفك ازاي؟ شايفك البيج اوف بنتكلز، هو شايفك عرض، بس عرض، هو مش حوار كبير ولا صغير، بس هو شايفك فرصه. تمام، فرصه، انت فرصه، فرصه، فرصه حلوه بكل النواحي بقى، انت فرصه حلوه، فرصه شكلا، وشايفك ان انت شخص يعني جذاب جدا، وان انت كنت مقدم له عرض حلو قوي. يعني هو شايفك فرصه، وشايفك العرض كمان انت كنت مقدمه له عرض صادق، مش اللي هو اي كلام، بس عرضك كان صغير، يعني اللي هو كنت داخل بس مش قوي، كنتش داخل معاه قوي، بس whatever. يعني انت برضو شخص جذاب قوي، وشايفك فرصه، شايفك فرصه، فرصه حلوه، فرصه اي مش اي كلام. يعني في المقابل انت شايفه الكينج اوف سيرفيس، الطاقه الهوائيه غالبه قوي والمائيه برضو. الكينج اوف سيرفيس شخص زي ما قلت لك جامد في المشاعر قوي، بيخبي مشاعره، ودايما دايما كلامه تقيل يعني، وتحس ان هو، انا اسفه في الكلمه، غبي. يلا
غبي غبي في تصرفاته ومش بيوزن مش بيوزن تصرفاته. ممكن يرافع سيفه على اي حاجه, اي حاجه رافع سيفه. يعني ايه يا عم؟ طب ما تاخد ايه؟ لا ما باخدش ودي. طب ليه؟ انا عملت لك ايه؟ لا ما باخدش ودي. فانت شايف ان هو جامد المشاعر, بس هو مش جامد المشاعر يا برج الحوت. الظاهر والله اعلم ان الشخص ده كان عنده ازمه كمان. الشخص ده كان عنده ازمه وبيحلها, ده كان سبب التباعد, ان هو كان عنده ازمه والازمه دي كانت مخلياه كده. ممكن تكون ازمه ماليه, او ممكن تكون كنتوا في علاقه ثلاثيه وهيتخلص من الطرف الثالث ويجي لك. هو كان عامل الوش ده لانه ما كانش عارف يعمل ايه, يعني اروح لده ولا اروح لده, وكان محتار. هو شخص محتار مش عارف يعمل ايه. طيب انت يا عم, انت يا اللي عايز تقدم لي كاس الحب, انت بقى تعمل ايه؟ ايه الفرصه؟ ايه مش الفرصه؟ ايه اللي بيفكر يعمله؟ هو ندمان جدا قوي, ندمان لدرجه انت ما تتخيلهاش. وانا عارفه ان في ناس تقول لي لا 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 ده عمره ما يبقى ندمان, مش بيبين. بص انت شايفه ازاي, دي اللي انت شايفه ده حقيقه, هو ده اللي بيظهره للناس. انا جامد, انا قوي, انا ايه ولا بأثر معايا ولا اي حاجه. الخطوه اللي ياخدها انه ندمان قوي. ممكن يكون هيرجع, بس هيرجع وهو مخزول ومكسوف منك, لان انت مقابله بلافرز, انت بتحبه برج الحوت قوي, بس انا مش عارفه اقولها لك ازاي بقى. يلا, فهو لما يرجع الخطوه ان هو عايز يرجع, بس هيبقى مكسوف. يعني ممكن يتكلم معاك, بس اللي هو يتكلم ايه مثلا, عامل ايه, ازيك مثلا, ما يتكلمش كلام مباشر. تمام, يعني حتى هنا شخص مخبي مشاعره. فهو هو ممكن يرجع, ولكن هيرجع اللي هو مش الرجوع اللي هو ايه مثلا يلا نتجوز دلوقتي, او يلا نرجع دلوقتي حالا. لا, هو هيبقى مكسوف قوي وبيترقب انت هتعمل ايه, لانه الشخص ده شكله عنده كبرياء عالي قوي قوي, يعني مش هزار, ويحبش حد يجرحه ولا حد. لو برج الجوزاء يبقى اللي انا بقوله ده صح. بالظبط اهو, شوف الكارت التالت, كانت علاقة ثلاثية زي اللي انا قلته بالظبط, في قرار هو خده. الشخص ده يا اما اختار طرف غيرك في الاول خالص, وبعد كده تبين لي ان الطرف ده اي كلام ونهى العلاقة دي. كان في علاقة كارما, الشخص ده كان في علاقة كارما, لو انتم ما تعرفوش, وممكن يكون كان في علاقة ثلاثية, كانت في علاقة كارما. الشخص ده عايز يجي عشان شايفك الاستقرار, شايفك ان انت ممكن, بص بقى ركز معايا, من البيج اوف بانتكلز للكينج, انت البرنس. شوف انا لفيت على كام واحده ورجعت لك انت في الاخر, انا شفت كام راجل ورجعت لك انت في الاخر. فهو عايز الاستقرار, بس لو رجع هيرجع كده عشان ما تستغربش, مش هيقول مشاعر خالص. هو الاول هيجس النبض, مساء الخير مساء النور, عامله ايه او عامل ايه, ما تعرفش نعمل ايه, اصل الفوطه الصغيره عماله تعيط والفوطه الكبيره الام مش لاقيه. بس هو ده اللي هيقوله, انما ما تتوقعش يدخل يقول لك انا بحبك, لانه بص اي كلمه هيجري هيطير, لانه يعني مش عارف يوري وشه منك انت شكله. ما هو طعنك 10 طعنات, هو عارف عمل ايه كويس قوي, عارف هو عمل ايه كويس قوي, وعارف انه كان مضيع فرصه من ايده. بس انت بقى مش هتسكت, انت هتقول انت لسه هتندم وتعيط. يلا يا عم انا بحبك. ذا لافرز, انت هتبين له مشاعرك على طول ممكن, ولا هتعمل ايه؟ تعال نشوف كده. بس برج الحوت هو وحشك قوي, برج الحوت وانت هتفرح بيه قوي, بس ممكن يكون يعني اللي انت هتعمله ان انت لما يقول لك انا غلطت في حقك وتعالى نصلح العلاقه, انت مش معقول يا برج الحوت كده, وبعدين في قلبك الطيب ده بقى نعمل فيك ايه بقى؟ الشخص ده هيرجع وهو مجروح من علاقة سابها, وانت هتقوله انا هشفيك, انا هخليك تتشافى. الشخص ده هيجي يقولك انا تعبان قوي, انا غلطت, انا عارف انا غلطت, هتقوله ولا يهمك. ممكن تتعبه, بص ممكن في الاول تعمله الوش ده,
الكينج اوف وندرز، ممكن تعمله ان انت مش واخد بالك منه مثلا، او اللي هو اهلا وسهلا تفضل تفضل اهلا بيك يا اخويا اهلا اهلا تفضل اه ها ها خدت ايه خدت ايه من انت رحت لها وكده مثلا. ولكن انت في غرضك جوه نفسك انك عايز تشفيه، في غرضك جوه نفسك ترجع العلاقه دي تاني، انت بتحبه بتوأم روحك، ما تكدبش على نفسك بقى. ما تكدبش على نفسك اكتر من كده. اهو انت جواك دي خطوتك، خطوتك ان انت ترجع له تاني، لان انت شايفه الاستقرار، هو شايفك الكينج اوف بنتكلز وانت شايف العشر كوبايات، احنا متفقين انت متفقين، ده رجوع لا محال. دي خطوه اللي هو عايز ياخدها، لو هو خد الخطوه دي انت هتاخد الخطوه دي، ما خدش الخطوه دي انا مش هاخد الخطوه دي، بس بكل بساطه. طيب بص بقى، هو قلقان من ايه؟ ايه اللي قلقه او هو شايف ان العلاقه دي لو انا جيت مثلا وقدمت عرض ايه اللي ممكن يحصل؟ بص بقى، عشان هو عارف اللي عمله وعارف ان هو استفزك واخرج اسوأ ما فيك، فهو خايف ان العلاقة دي تنتهي بالرفض، عشان كده مش عارف يوري وشه منك، خايف يرجع مع انك بتحبه، بس هو خايف يرجع، عمل بلاوي الشخص ده، عمل بلاوي ايا كان اللي عمله، بس عمل بلاوي، بلاوي بالنسبة لك، فخايف يقدم عرض، الشخص ده عنده كبرياء بشع، فخلي بالكم عشان ده زي ما قلت لك هتصده جامد، هيجري، فخايف يروح يقدم لك عرض ترفضه، يزعل بقى، هو يزعل يضايق بقى. انت عندك عروض تانية على فكرة، بس انت كنت منتظر عرضه، كنت منتظره ومرجعش، وخايف ظنك كتير قوي، بس هو خايف بقى بعد المدة دي كلها، يعني هي هتقبل مني ان هي ترجع لي؟ يعني بعد اللي احنا عمل ده فيه اتعمل فينا ده كله، هيقبل يكلمني مرة تانية؟ هو خايف كده، بس انت شايف عكس كده، دي حاجة غريبة، يعني شايف انها هتبقى علاقة فيها تواصل جامد قوي، يعني شايف ان هي علاقة حلوة قوي، يعني ايه ده، في ايه؟ على فكرة ممكن تكون العلاقة سوري القراءة عكسية، وممكن يكون هو اللي شايفك انت اللي جامد وانت بقى اللي ندمان، بس انا ما اعتقدش ان انت اللي ندمان، ما اعتقدش. يا برج الحوت، برج الحوت ما بيندمش على اي حاجة سابها عموما، يعني كابس ده طلعت لك مقلوبة، وده كمان مقلوبة، طب الورق انا عدلية؟ لا مش عدلية، تخيل، يلا جت مقلوبة، وكويس ان هما جم مقلوبين. شوف بقى يعني حظك يا برج الحوت. ازاي خدت الورق ما بصيتش فيه، وكارتك هنا كمان. بص يا برج الحوت، دي من عند ربنا، خلاص مش هتكلم تاني، الشخص ده كان بيتلاعب بيك مش في الاول، مش بيتلاعب، كان بيتملص منك، تيجي تقول له ازيك عامل ايه، رد عليك بعد 3 ايام الحمد لله كويس، كان كل ما تقرب منه يبعد، قرب ابعد، العلاقه دي كانت اوف اون، لو كنتم مرتبطين فهو هراك 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 خيانه، تكلمه تلاقيه ويتنج مع واحده مثلا، تكلمها تلاقيها مثلا عامله لايك لواحد مثلا ولا بتاع اي حاجه، المره دي عايز يجي لك بعرض، عرض حقيقي، عرض مش هكذب، عرض كل حب، انا حسيت بقيمتك، انا مش هجري منك تاني، انا بحبك من الاخر، انا عايز اشيل بقى اللي حصل لي. الشخص ده يا اما هي حاجه من حالتين، يا اما هو فعلا سبته بعض وهو اكتشف قيمتك، يا اما دخل في علاقه تانية كانت علاقه ثلاثيه والطرف الثالث بالمعنى الادق كده، مش عايز اقول الكلمه على هوا، بس هو خد الصدمه. طيب اللي مفرحني في الليله دي، مع انك انت هو خايف منك، ولكن العلاقه دي مستقبلها ان شاء الله باذن الله في الشهر، لو انتوا رجعتوا لبعض، كان في شويه عتاب في الاول الحركات دي كلها، فهتبقى علاقه جميله قوي، مش علاقه ثلاثيه، لا لا لا، هيبقى في احتفال، هتحتفلوا، مقلوبه دي ولا ايه؟ لا 3 اوف كابس، هتحتفلوا، ممكن ده ممكن يقول لك ايه، انا عايز اتجوزك، يلا يا عم، يلا يا عم نتجوز يا عم، انا ما خلصت خلاص، الشخص ده عايز يتجوز على فكره، الشخص ده عايز يتجوز، لان الكينج اوف كابس ايوه بقى، هو ده الكلام اللي يفرح، الشخص ده عايز ينهي الماضي، يقفل صفحه قديمه بقى، اقفل بقى يا برج الحوت بقى، اقفل وركز معايا كده، ركز، ده انا توأم روحك يا عم،
دي العلاقة هي دي. انا شايفك الكوين اوف بنتكلز، لو انت واحدة شايفك الكوين اوف بنتكلز، والعلاقة دي كان حزين جدا على انها انتهت، اكتشف ان انت الصومي بتاعه. بص بص الورقة بتكلم والله اهو، انتوا توأم الروح بتاع بعض يعني مش هزار. الشخص ده لو كان بيتلاعب بيك فهو عارف غلطته. طيب لو رجع يا برج الحوت في انتصار، ده انت حتك فل يا برج الحوت. لو رجع تاني، انا عارفه ان مشاعرك كويسه زي الصانع هتفرح، بس هل برج الحوت مش عارفه ليه بتطلع ايه؟ في حد ما بينامش، في حد ما بينامش، ممكن يكون هو. اوكي في كاس حب هيتقدم. طيب حلو تمام. طيب برج الحوت تعاتبه بهدوء ولا تكمل في هذه العلاقة؟ اعتقد يا برج الحوت ان انت مفروض ان انت ما تعاتبوش قوي. لا برج الحوت هيبقى متكبر عليه بقى، ما انت جيت لي في ملعبي. انت خايف. شو قلت لكم؟ انا كنت شاكة ان في حاجة هتحصل. لا 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 لا، ليه كده يا برج الحوت؟ ليه كده؟ ليه الكوين كوين؟ ليه 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 ليه؟ انت هتدي له كلام جامد قوي، ده انت شايل له شويه كلام لا حصل ولا يحصل. مش بقول لك انت هو عشان كده خايف منك ومش عايز بالظبط، ومش عايز يوري وشه خالص، ده هو بيحسب قلب الف حساب يجي ولا ما يجيش. ده انت يعني شايل منه بطريقه وعايز تنتقم وعندك هواجس. انت بتقول في نفسك انت غريب قوي يا برج الحوت، انت بتحبه وعايز معاه جواز، وفي نفس ذات الوقت انت خايف منه. بس هتحصل خناقه، هتحصل خناقه، وهتدي له كلام يعني جامد مش هزار، اللي هو بص بقى انا رافع لك سيفي وجاي لك اهو، انا لا خايفه.